بسم الله الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بطلاب الصف الثالث الثانوي والأستاذة لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين معاك في حل مجموعة من تدريبات المنهج بتاعك العام 2022 من كتاب جامع العام 2022. إن شاء الله مستمرين مع الوحدة 11 الدرس الثالث والرابع. هنشتغل النهاردة إن شاء الله على الجرامر بتاعها أو اللانجوج سيز، بدايتنا موجودة على صفحة 223. صحيح، على بركة الله نبدأ ونشوف بقول لك فيها. عمار هاد عمار لديه ايه بقى؟ رايتنج سكيلز، مهارات في الكتابه. ايه وصف هذه المهارات في الكتابه؟ يا ترى جود ديفلوب، ما فيش ان هو دي كده، ما تقدرش تسميها كومباوند ادجكتيف خالص. ويل ديفلوب كومباوند ادجكتيف، جاي فيها ظرف مع تصريف ثالث. ويل ديفلوبينج جايب ظرف مع جيرند، وجايب ويل ديفلوب عامله زي ايه؟ عامله زي ايه؟ زي جود ديفلوب كده، هو ما جايبش فيها تصريف ثالث. هنا يا شباب انا عايز اقول اني عمار had a well developed writing skills، اللي هي compound adjective عباره عن فيها ظرف مع تصريف ثالث، اجابه واحده صحيحه. اتنين بيقول لك فيها his degree course took 5 years، المقرر بتاعه اتخذ او استغرق 5 سنين to complete عشان ينتهي. it was a كذا كورس، عايز اقول لك ان هو مقرر ذو 5 سنوات. تتقال ازاي؟ تتقال بالعدد وبعد كده هايفن ويجي تمييز وبعد كده ديجري، ولا 5 ييرز جابها جمع، اهي العدد موجود بس جابها جمع وبعد كده ديجري، ولا 5 يير ديجريز، ولا 5 ييرز ديجري. انا بوصف ايه؟ بوصف المقرر بان المقرر لمده 5 سنوات، اهي 5 يير خلاص، يبقى هي دي المتحققه فيها في الاختيار ايه، تاخدها اجابه واحده صحيحه. اتنين بيقول لك فيها ماي دوج هاز جوت شورت ليجز، الكلب بتاعه رجليه قصيره. طيب ات از، عايز اقول لك ان هو قلب كلب قصير الارجل، يجيبها ازاي؟ يجيبها بشورت ليجنج، صفه مع جيرند واللي هي اسم فاعل يعني، ولا شورت ليج بمعنى رجل قصيره مش قصير الرجل، ولا شورتد ليج، ولا شورت ليجد. شورت ليجد اللي هي بيقولوا عليها صفه مع تصريف ثالث، اللي هي بيقولوا عليها اسم مفعول، بيقولوا عليها اسم مفعول خلاص كده. طيب اللي بعدها ذات مان اولويز لوكس راذر انجري، الشخص ده دايما يبدو عليه الغضب. طب هيز ارازر ايه بقى مان؟ عايز اقول لك ان هو مظهره غاضب او غاضب الشكل او المظهر. طب نقولها بايه؟ بانجري لوكت صفه مع تصريف ثالث، ولا انجري لوكس واخدها شكل الفعل في مضارع بسيط اهي، ولا انجري لوكينج صفه مع جيرند، ولا انجرلي واخده ظرف مع جيرند. انا هاخد الصفه مع جيرند انجري لوكينج، لان يبقى استخدمنا لما بيجي صفه مع جيرند بوصف الفاعل، بوصف فيها الفعل. لما اجيب صفه مع تصريف ثالث بوصف المفعول، لاني بقول على الصفه فيها تصريف ثالث اسم مفعول اللي هي ليجد دي، ولكن اللوكينج اللي فيها جيرند قدامك دي اسمها اسم فاعل، فانا عايز اقول ان هذا الشخص فاعل مش مفعول، فرحت جبت لها انجري لوكينج، اجابه واحده صحيحه. نحرك الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 5 اللي ظاهره قدامنا. شيز هي ايه يا عمي؟ وومن، تمام، الموصوف موجود اهو. هو وونت ستوب انتل شي جيتس وات شي وونتس، مش هتسكت الا لما تاخد اللي هي عايزاه، او مش هتوقف لحد ما تاخد اللي هي عايزاه. طيب نقول عليه سترونج ويلينج صفه مع جيرند، ولا سترونج ويلد صفه مع تصريف ثالث، ولا سترونج ويلينج مع جيرند اهي، ولا فيها ويلد. هنقول شي از ا سترونج ويلد وومن، سترونج ويلد وومن بمعنى سيده ذات اللي بيقولوا عليها اراده قويه او عزيمه قويه. طيب نرجع جوه الستة، بيقول فيها اوج فراغ سترينجر هيلبد، سترينجر هيلبد، سترينجر معناه غريب، ساعد ايه؟ اس ساعدنا، فايند ذا ترين ستيشن، احنا نلاقي ايه او نجد المحطه. طب بنقول على ايه بقى؟ كايندلي هارتد، زي ما انت شايف قدامك هنا هو ظرف مع تصريف ثالث، ولا كايندلي هارتنج ظرف مع جيرند، ولا كايند هارتس، ولا كايند هارتد. لا انا هجيب صفه اللي هي كايند مع تصريف ثالث هارتد، هي الاجابه بتاعتنا، هي از ا كايند هارتد. ماشي، في الجمله اللي قدامك صياغه واحده سليمه. في سبب ولا فيها وي ايم تو، احنا نامل في دبل ذا نمبر، ان احنا نضاعف رقم اوف يانج بيبل للشباب، ان ايه؟ فول تايم جوب، فول تايم جوب معناها وظيفه واحده بدوام ثابت زي ما بيقولوا. فول تايمز جاب لك هنا هو اس فيها وده شكل الجمع، ولا فول تايم جوبس، ولا فول تايم جوب. انا عايز اوصف مين هنا؟ هو عايز اوصف الجوبس بان هي فول تايم، الوظائف الكتيره مش وظيفه واحده، يبقى جيب فول تايم هي الصفة وجوبس ده الموصوف بتاعها، عشان تبقى فول تايم جوبس، كأنها موجودة هنا جوبس والفراغ أنت بتجيب فيه فول تايم، كأنها كده. خلاص؟ طيب في 8 بيقول لك فيها ذا أثليتس إيه؟ هنا في ملكية، شايفها؟ أبص في الملكية، ذا أثليتس إيه بقى؟ بيرفورمانس بمعنى أداء، ون هيم
خلاه يفوز ذا جولد ميدال. يبقى انا كده عايز صفه للفعل تبقى تقول ريكورد بريكنج، اسم مع جيراند، لان هو بوصف اسم الفاعل اللي هو الاداء بتاعه. في تسمع لك في اوجه الفراغ، انيمال هاز اي بودي تمبريتشر، كذا حيوان عندي درجه حراره جسمه، ذات تشينجز وين، بتتغير، وين ذير انفايرمنت تشينجز، لما بيتغير الظروف البيئيه. طب نقول على ايه، كولد بلاد صفه مع اسم، ولا كولد بلادنج صفه مع جيراند، ولا كولد بلادد صفه مع تصريف ثالث، ولا كولدر؟ ده هنا مقارنه، هناخد الصفه مع تصريف ثالث، كولد بلادد، كولد بلادد انيمال، لان هو هنا الانيمال ده مفعول به مش فاعل، فعشان كده بجيب له صفه مع تصريف ثالث زي ما انت شايف كده قدامك. طيب في 10 بيقول لك فيها بيكوز انس از ا، لاني انس كذا، ماله يا عمي، ها بوي، ها تمام، هي از كايند اند فريندلي، هو طيب وانسان ودود زي ما بيقولوا. طب نقولها جود نيتشر صفه مع اسم، ولا ويل نيتشر ظرف مع اسم، ولا بيتر نيتشر مقارنه صفه مع اسم، ولا جود نيتشر اسم مع تصريف ثالث، عفوا صفه مع تصريف ثالث. انا هاخد الصفه مع تصريف ثالث، جود نيتشر، تمام، وادي الموصوف اهو اللي هو بوي، خلاص صفه مع تصريف ثالث، جود نيتشر بوي. طيب 11 بيقول لك فيها وين ابراهيم جوت هيز بروموشن، لما ابراهيم حصل على الترقيه بتاعته، اي بو هي بوت هو اشترى ايه؟ ها يا عم، هاند نيو كار، عفوا براند نيو كار، براند نيو كار معناها عربيه جديده، ماركه جديده يعني، ولا براند نيو كارز، ولا براندز نيو كارز، ولا براندز نيو كار؟ خد بالك من دي، انا هاخد براند نيو كار. ليه براند نيو كار؟ كار ده اللي هو الموصوف، ماشي، اللي هي العربيه، بوصفها بانها براند نيو، بانها عربيه جديده، خلاص. يبقى هاخد بقى الكومباوند ادجكتيف اللي قدامك بالايه، بالبراند نيو زي ما انت شايف ما بينها هايفن. طيب براند نيو كارز جمع، الله، لما بيقول لي اه ازاي اجيبها جمع؟ طيب براندز ما ينفعش احط اس في الاسم هنا هو، وبعد كده ايه الصفه بتاعته زي ما انت شايف، ولا حتى هنا برضو ايه عمل نفس المشكله، جاب لك هنا براندز جمع وجاب لك هنا كار مفرد، ما ينفعش. الوحيده فيهم اللي صيغتها سليمه براند نيو، وادي الكار هي الشيء الموصوف، اجابه صحيحه في الجمله رقم 11. نتحرك مع جمله رقم 12 اللي هي ظاهره قدامنا، بيقول لك فيها ماهر از بريتي، بريتي معناها جميل يعني، وادي تشايلد، طيب عايز يقول لك ولد عمره كذا، ولد جميل عمره كذا. طب نقولها ازاي؟ نقولها ب اولد يير 6، والصيغه هنا والتركيب خطا، ولا 6 يير اولد جايب العدد وبعد كده هايفن وتمييز وهايفن والصفه، ولا 6 اولد يير هنا بدل ما بين التمييز وما بين الصفه، وتمييز العدد يعني اللي هي كلمه يير، يير تمييز العدد 6، وايه اللي 6؟ سنه. طيب 6 اولد ييرز جاب لك ان هو فيها جمع، ماشي، وبرضو عمل مشكله انه برضو بدل ما بين التمييز والعدد، بدل ما بين التمييز والصفه مع بعض. طب انا هاخد الصياغه السليمه فيهم هي بي عشان يجيب لي العدد وبعد كده هايفن وبعد كده تمييز وبعد كده هايفن وبعد كده الصفه بتاعت هذا العدد، او الصفه بتاعت الشيء ده ايه؟ ان هو سن، انا بتكلم عن السن، فتبقى 6 يير اولد، وبكمل ب كلمه تشايلد موجوده فوق. تصور ذيس از ا، خد بالك من ادي، ويتش كان بي، والذي يمكن يوزد فور دايننج، يمكن استخدامه في موضوع الاكل ده. طيب فور فيت تيبل، خد بالك من دي، ادي جايب هنا هو عدد وبعد كده جايب هنا هو هايفن، بس جايب جمع، بس خلي بالك ده جمع شاذ، لان دي جايه من كلمه فوت اهي، ده المفرد بتاعها، هو جايبها جمع، ما ينفعش اجيب عدد واجيب هايفن واجيب له جمع، ما ينفعش. طيب فور فود تيبلز، هنا برضو عمل مشكله انه جمع الشيء اللي انت ايه بتوصفه. طيب فور فود تيبل، دي سليمه، دي ادي اربعه، ماشي، وادي الهايفن، وادي فوت قاعده في المفرد علشان الهايفن دي منعت الجمع، وادي تيبل في المفرد، تمام، يبقى دي ترابيزه واحده ليها اربع رجلين. طيب فور فيت عمل نفس المشكله، جاب لك جمعين ورا بعض، السليمه فيهم هي الاربعه وبعد كده هايفن وبعد كده تمييزها اللي هو كلمه فوت، وبعد كده الشيء انت بتتكلم عنه كلمه تيبل، لان ده الفور فوت ده وصف الكلمه تيبل، اجابه وحيده صحيحه. انا شو بقول لك فيها، لوك ات ليلى، بص على ليلى، مالها يا عمي، شي از ويرينج ا اور ان، هي بترتدي ايه؟ سكيرت، جيبه، ماشي. شي فاوند ات ان هير جراند ماذرز دروور، لقيتها في الدرج بتاع جدتها. طيب جدتها، يبقى ايه مواصفات الجيبه دي؟ اولد فاشن، خلي بالك من حاجه، ولا اولد فاشند، ولا نيو فاشنبل، ولا اولد فاشنينج. اولد فاشند دي صفه مع تصريف ثالث للمفعول به، ان هنا السكيرت هي بقى اللي اولد فاشند، طبعا هي مفعول منها من اوضه، الموضه القديمه، هنا بتجيب صفه مع تصريف ثالث عشان يديني كومباوند ادجكتيف في جمله 14.
نحرك الشاشة شوية عشان رقم الصفحة يظهر قدامنا. بيقول لك نانسي اس، نانسي اس ساتش ا، ساتش ا ايه يا عمي؟ كمل. جال شي كانت ايفن ريد واتس اون ذا بلاك بورد، هي ما بتقدرش تقرا الا على السبوره. يبقى عايز يقول ان هي عندها قصر نظر زي ما بيقولوا. طب بيقول ايه صفه مع تصريف ثالث زي شورت سايتد يلي مفعول به، ولا شورت سايتد دي ما تنفعش تكون بقى ادجكتيف، صيغه خطا. شورت سايت ان هو عمل مشكله ان هو بدا بتصريف ثالث وبعدين جاب الاسم، وده خطا طبعا. شورت سايتنج جايب مع جنرال، لان هاخد شورت سايتد، شورت سايتد لان دي صفه للمفعول به، واحنا قلنا اسم مفعول زي ما بيقولوا. وعندك ايه كلمه جير اللي هي بتكمل معايا فوق، بتحرك مع ستاش ولا في. التكس 10 minutes to drive from my house to work، باخد 10 دقائق عشان اوصل من شغله من بيته للعمل. It is a، عايز اقول لك ان المده دي كذا، from my house to work، عايز اقول لك انها مسافه لمده 10 دقائق، تقولها مسافه قياده. طب يقولها بتن وراء العدد هنا وراه الهايفن وتمييزه منت وبعد كده درايفز، ماشي، اللي هي واخده شكل الجمع، ولا 10 minutes جمع مرتين اهو، في minutes جمع ودرايفز جمع، ولا 10 minutes درايف، ولا 10 minute درايف، مين فيهم؟ خلي بالك من بتقول لك ان كل اللي جاي ده لازم يكون واخد شكل مفرد، 10 العدد ده وبعد كده الهايفن وادي تمييزه، وكلمه درايف لازم تظل في شكل المفرد. خلاص كده يبقى هاخد 10 minute درايف الاخيره عشان تبقى اجابه واحده صحيحه في الجمله رقم 16. صار شغل في ذا بلاند ذا اتاك، هم قرر، هم خططوا للهجوم ان ا فيري كليفر واي، بطريقه ماهره. طب ات ووز ا فيري، خد بالك من حته فيري دي، خد بالك ايه من حته فيري. طيب فيري ايه بقى؟ كمل. اتاك، اتاك معناها هجوم. تمام. ا فيري ايه بقى؟ نقول ايه؟ كليفرلي، جايب لك ظرف اهو، كليفرلي بلاننج وفي هايفن طبعا، ولا كليفرلي بلاند، ولا كليفر بلاننج، ولا كليفر بلان. انا هاخد الظرف اللي قدامك مع تصريف ثالث اهي، كليفرلي بلاند، ات ووز ا فيري كليفرلي بلاند اتاك، واخد ظرف مع تصريف ثالث عشان يديني صفر. انا طبعا احنا قلنا ان الظرف بيوصف الفعل، تمام، وهو ايه؟ الفعل بلاند. بعد كده some people think that we should preserve the، بعض الناس بيعتقد ان احنا يجب ان نحافظ على ايه؟ traditions of countries، traditions بمعنى عادات وتقاليد. طب بيقولوا عليه ايه بقى؟ deeply rooted ظرف مع تصريف ثالث، ولا deeper roots مقارنه مع جمع، ولا deep roots هنا deep بمعنى عميق ودي صفه مع جمع للاسم، ولا deeply rooting. انا هاخد deeply rooted ظرف مع تصريف ثالث عشان يديني صفة للفعل بقى ايه؟ صفة للجملة اللي قدامي، كومباوند ادجكتيف ليها يعني. تسألش ولا في، ما يمكن انجوي ديزايننج، عمي كان بيستمتع بتصميم ايه؟ كلوز. طيب يا ترى برايتلي كلرز، ولا طبعا هنا جايب ظرف مع جمع الكلمة كلر، ولا برايتلي كلرز جايب تصريف ثالث، ولا برايتلي كلرنج جايب جيرنت، ولا برايت كلرز اللي هي بيقولوا عليها الوان لامعه. انا عايز الظرف مع تصريف ثالث عشان ايه؟ يديني وصف لكلمه كلوز اهي، برايتلي كلرد كلوز، اجابه واحده صحيحه. نتحرك مع الصفحه 224 عشان نكمل. موجود فيها جمله رقم 20، اي كانت ستاند، اي كانت ستاند معناها لا اطيق، يعني مش بيحب الحاجات دي، بيكرهها يعني. اي كانت ستاند بيقول الناس هو ار انتوليرنت، هو ار انتوليرنت اوف نيو ايدياز، اللي غير متسامحين مع الافكار الجديده اللي بيرفضوها يعني. طب قول عليه نارو مايند، عندك هنا هو نارو صفه مع مايند في المصدر بتاعها، ولا نارو مايند فيها جيرند، ولا نارو مايند التصريف الثالث، ولا نارو مايندز. انا هقول نارو مايندد بيبول اهي، قدامك واخده شكل التصريف الثالث، بيقول عليه اسم مفعول للاجابه 20. واحد شو لك فيها، منال از فيري فاشنبل، منال يعني على الموضه زي ما بيقولوا، اند شي لافز ويرنج، وهي بتحب ترتدي ايه بقى؟ كلوز، المفروض تبقى ايه؟ اللي هي الموضه الجديده او الحديثه. طب نقول ايه؟ ظرف مع تصريف ثالث زي نيولي ديزايند، ولا نيو ديزاينر مصمم، ده كده ليه انسان، ولا نيولي نيولي واخده ظرف مع ديزاينر اهي مع اسم، ولا نيو ديزاين. انا هقول نيولي ديزاين، انا عايز الظرف اللي بيوصف ايه؟ الفعل زي ما قلنا اللي هو الفعل وير طبعا، فبقول نيولي ديزاين كلوز. في جمله رقم 22 بيقول لك هي، عفوا، هيز فيزيت ليفت ان، زيارته تركت ايه؟ كمل. امبريشن، انطباع، اون مي. طيب ايفر لاست، ولا ايفر لاستنج، ولا ايفر لاستد، ولا ايفر لاستد. ايفر لاستنج اللي عندك لما يجي الصفه في شكل الجيرند زي ما انت شايف كده، هو الكومباوند يعني بتبقى جيرند، ده بيبقى لي اسم الفاعل، لانه هنا هو بيوصف، لان ده بيدي صفه لهذه الانطباع اللي تركته هذه الزياره، انه ايه؟ ايفر لاستنج.
ثياتر بقول فيها ذا ستودنتس جيف الطلبه عملوا ايه؟ كمل ميوزيكال بيرفورمانس. طيب ايه مواصفات الميوزيكال بيرفورمانس بتاعهم ده؟ هايلي سبريتنج ظرف مع جيراند، ولا هاي سبريتشوال، ولا هايلي سبريتس، ولا هاي سبريتد. ماشي هقول هاي سبريتد هي ماشي. انا هو قدامك الصفه مع تصريف ثالث، وبكمل بميوزيكال بيرفورمانس دي بيقولوا عليها اسم مفعول يعني. فانا بشوف ذا وومن هو وون ذا برايز ووز اكمبانيد باي، السيده اللي فازت بالجائزه كان بيصطحبها باي ايه بقى؟ مان الشخص ده اللي هو بيصطحبها كان ايه مواصفاته؟ مواصفاته شورت هيرد، المعنى الجمله هو انه شعره قصير، بس ايه بقى؟ هنختلف في حكايه ترتيبها بقى، شورتر هير ولا شورت هير ولا شورت هيرز؟ شورت هيرد اللي هي الصفه مع تصريف تالت، عايز اقول لك ايه؟ شعره قصير زي ما بيقولوا يعني. تمام، شورتر دي فيها مقارنه صفه، وشورت هير ما جايبش تصريف تالت هنا اهو، فالصفه مش سليمه، وبعد كده جمع كلمه هيرز في الاختيار الاخير فخلاها خطا بالاجمال. 25 يقول لك فيها هير هازباند ووز ديساجريبل. ديساجريبل جاي من كلمه ديساجري، يعني مش بيوافق على طول، يعني على طول عندي اعتراضات، ويعني مش سلس، انسان مش سلس. طيب المهم دي كلمه مان اهي، طب نقول عليه ويل تمبرد، حسن المزاج، ولا جود تمبرد؟ يبقى هنا جبناها بظرف، هنا جبناها بصفه جود تمبرد، ولا باد تمبرد واخده شكل الظرف، ولا باد تمبرد؟ باد تمبرد مان، انا عايز له صفه عاديه، مش عايز ظرف ولا اي حاجه، انا بوصف هذا الانسان فعايز الصفه وضعها الطبيعي اهي، مش عايز ظرف زي بادلي. تمام، فهاخد باد تمبرد زي ما انت شايف قدامك. 26 بيقول لك فيها هي الزوجه فراغ مان اي هاف ايفر ميت. طبعا في تفضيل صفات واضح جدا قدامك اهي، عندك هاف ودي ايفر ودي تصريف ثالث. سيد ماري اباوت مي، يعني ماري بتقول ان هو ان الشخص ده هو افضل شخص منظر او منظر زي ما بيقولوا. طب بما ان تفضيل صفات يبقى انت عايز ايه؟ عايز اقصى درجه من الصفه اللي هي جود، تاخد لها ايه بقى؟ بيست، لان بيست هي اقصى درجه من الصفه جود. تمام، اهي بيست لوكينج، واخد معاها جيرند لان انا عايز اسم فاعل، انا بوصف هذا الشخص، فلما اقول جيرند يبقى انا جيرند بقول عليه، انا بقول عليه اسم فاعل. تمام، فهنا واخد تفضيل صفه مع اسم فاعل علشان يديني ايه؟ وصف لهذا الرجل. One of the following sentences makes the compound adjective to describe a story which is written well. مين في ال compound adjectives اللي جاية توصف القصة دي بأنها مكتوبة كتابة حسنة أو كتابة جيدة؟ طيب نقول عليها إيه؟ نقول عليها a well written story، أهي ظرف مع تصريف ثالث، وبعد كده اللي بتوصفه أهو، ولا a well writing جايبها مع gerund، ولا a good written تصريف ثالث أهو بس مع صفة، ولا جود رايتنج؟ هقول اول ريتن ستوري. ليه يا عمي؟ انت هنا بتوصف المفعول به اللي هو القصه اللي كتب، هي ما كتبتش نفسها، ده حد كتبها. تمام، فبتجيب لها تصريف ثالث مع ظرف. تمام كده، فبقت اول ريتن ستوري. خلاص، نحرك الجمله عشان تبقى 28 هي اللي ظاهره قدامنا. بيقول لك فيها one of the following sentences makes the compound adjective، واحده من الصيغات اللي جايه بتجعل الكومباوند adjective اللي هي بتديني اللي جاي ده اللي هو ايه؟ a student، توصف a student هو works hard، طالب مجتهد. يبقى انا كده عايز له ايه؟ عايز له اسم فاعل. اسم فاعل يعني عايز له صفه فيها جيرند، عايز الكومباوند اللي انت هتشتغل عليه يكون فيه جيرند. طيب نقول hardly working، نجيب له ظرف مع جيرند، ولا نجيب له hard worker اللي هو بتاع دايماً ما فيش جيرند هنا هو، ولا hardly worked، ولا hard working student؟ انا هاخد hard working student. ليه يا عمي؟ احنا قلنا ان احنا بنوصف اسم اللي هو الانسان ده اللي هو الطالب ده، فانا هجيب له ايه؟ هجيب له صفه، مش هجيب له ظرف. ما هي فيها دي صحيح، هي ظرف اهي وفيها جرن، لكنها الهاردلي اللي هو الظرف، الظرف يوصف الفعل ما يوصفش الاسم، فعشان كده جبت هارد اللي هي صفه توصف الاسم، وعشان الاسم ده هو الفاعل لهذه الصفه فجبت له جرن، فبقت زي ما انت شايف هارد وركينج ستودنت. تسأل الملف فيها they lived in a house. طيب ايه مواصفات البيت بتاعهم؟ خلي بالك في الجملة رقم 29 أنا هقول لك الإجابة الأول وبعدين نقول خدناها ليه، تعال نجيبها الإجابة بي. تمام؟ نايس بيج ثري ستوري ديتاتشد هاوس. إيه ده إيه ده إيه ده يا عم، عملت إيه أنت؟ هنا أنا بديك صفة بتدل على الوضع أو الحال اللي هو جميل ولا وحش، وبعد كده بديك سايز الحجم بتاع هذا البيت، أنا بقول لك ترتيب الصفات أهو، وبعد كده أنا عايز العدد وتمييز هذا العدد لهذا البيت، إن البيت ده من ثلاث طوابق. ماشي، وكمان بقول ان هو منفصل عن ايه؟ عن الايه؟ الباقيين. تمام، فبتكمل زي ما انت شايف، ادي اهي نايس بيج ثري ستوري ديتاتشد
بيت من 3 طوابق او بيت منفصل من 3 طوابق، ال3 اختيارات التانيين مش بيحققوا ده. بدل هنا هو في الصفات، هنا جاب لك السايز قبل العدد وساب خالص الوضع والحاله، هنا جاب العدد الاول، هنا جاب اخر صفه في مكان ايه، في مكان اول صفه، وده خطا. نتحرك مع جمله رقم 30 واللي بيقول لك فيها choose a sentence with the right word order، هات الكلمه هات الجمله اللي ترتيب الكلام فيها صحيح. مين فيهم الاختيار سي؟ لحظه ناخدها وبعدين اقول لك انت عايز ايه. انت عايز توصف ماي انكل عمك ده باكتر من صفه، عايز تديله صفه للسايز اللي هو طوله، وعايز تديله صفه للسن، وعايز تديله صفه للعين للون العين، صح كده؟ ترتيبهم يكون كالاتي: السايز بتاعه، ثم سنه، ثم لون العينين بتاعه، وبعد كده تجيب الموصوف. ده مش متحقق في الباقيين. هنا جاب لون العين الاول، هنا جاب الطول والدارك، ماشي، جاب الطول مع لون العين، تمام، وهنا في الاخيره برضو عمل ايه مشكله تاني. طيب نروح لجمله 31، هي سبيكس، هو بيتكلم ايه؟ كويكلي ذات، هنا بقى بدانا ننتقل لسو ساتش. وعايز اقول لك ان هو بيتكلم بسرعه شديده لدرجه ان اي كانت اندرستاند هيم، مش بقدر افهمه. يبقى انت كده هو ادي سو اهي، وبعد كده ادي الظرف، وادي ذات، كده مفيش فاصل بينهم زي ما انت شايف كده غير الظرف ده، ناخد ايه؟ ناخد سو. طيب اللي بعدها نتحرك شويه. It was، كان ايه بقى؟ كمل. Interesting book، كتاب شيق، تمام كده، وادي ذات اهو، يبقى في فاصل ما بين ذات وما بين ال such و so. الدنيا ده هي طالما في فاصل ان هو، يبقى تقول انت such او ان. امتى يحصل بقى وامتى ان؟ لو الصفه اللي انت جايبها ان هو تبدا بحرف ساكن، وان لو حرف متحرك. Interesting بقى بحرف متحرك، فناخد لها such ان، عشان تبقى such ان interesting book، ماشي. طيب نروح للجمله اللي واخده رقم 33 اللي بيقول لك فيها it was، ده كان برضه، كمل، expensive jewelry، مجوهرات غاليه، that it was kept in a safe. طب هاخد such بس. الله يا مستر، مش انت قلت لما يكون في فاصل ما بين that وما بين such والدنيا ده هي، يبقى انت محتاج وان؟ اقول لك ماشي، لما يكون الاسم اللي انت بتوصفه قابل للعدد، لكن jewelry غير قابل للعدد، فلا ينفع اقول قدامها ولا ينفع قدامها ان، يبقى تيجي such لوحدها من غير اي حاجه. 84 she's got معناها هي لديها، يعني has got يعني many dresses، فساتين كتيره، that، وادي ذات اهو، ماشي. يبقى انا اقول ايه؟ اقول so many، لان so يجي وراها many، لكن ما ينفعش اقول such many، ما ينفعش اقول such many خالص، غلط طبعا. enough معناها كافي، دي مش معانا، وتو خطا. نروح ل 85 it's a، انه كذا، كمل. nice weather، nice weather بمعنى طقس لطيف حلو، كمل. do you want to go for a walk، يبقى نقول it's such. ليه يا عم؟ لان كلمه weather غير قابله للعدد، ما ينفعش اقول معاها لان ولا اي حاجه غير كده. بكده شباب يكون انتهى تدريب اللانجوج اللي كان جاي على الدرس، وعلى الدرس 3 و4 من الوحده 11. ان شاء الله انتظرنا في مزيد من تدريبات المنهج بتاعك مع معلم خبير اللغه الانجليزيه الاستاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.